Hi guys and welcome back to my channel. كيف ما شفتوا في العنوان اليوم راح اعمل لكم try on haul. وصلني package من a brand called Elsac. I don't know how to say it. And they wanted me to try them for you guys. I picked 4 pieces. اول بيس راح اجربها هي هال I don't know what to call it. كنزة sweater. I don't know what is it. Oh my god, I love the color. أول شيء بتلاحظوه لما تدخلوا على الويب سايت, they have unique designs. It's colorful, it's fun, it's unique. هيك بيجي شكلها. كتير حبيت الايديا تبع الباكيتس هير. انا ما راح اقدر افتحها, يعني ممكن تلبسوها مفتوحه, يمكن تسكروها. You can wear it with leggings, skirt, short, anything. اللي حبيت في هالبيس هاي انه يعني لما تلبسوها او تشيلوها يعني تحسوها ثقيله, يعني feels expensive. انا يعني لما شفتها بالويب سايت ما تخيلت انه الكواليتي راح يكون بهذا الشكل, يعني تحسوا حالكم لابسين شغله expensive. حبيت اللوجو in the back. It's just fun, it's unique. I just love it. Next item is تقريبا the same thing. زي هاي. ايش مو زي هاي. Look at this. Oh my god. شوفوا هالديتيلز. انا لما اطلع على مكان او اروح على محل ما بحب انه كل الناس يكونوا لابسين زيي, او اكون لابسه شغله كل الناس بتلبسها. فاذا انتم من هذا النوع, this brand is for you. الماتيريال is so stretchy. I love the details, I love the colors. وهي كمان it feels heavy. تقدروا تسكروها. I love it. في ناس راح يقولوا إنه this is too much, so many colors. You know what? Only God can judge me. Can we take a moment and appreciate this piece? This is my favorite piece. لما بعتولي البراند ايميل عشان اختار pieces اللي بدي اياهم, اخترت وكانت هاي piece one of them. بعدين رجعوا بعتولي وقالوا لي انه some of the pieces are not available, you have to choose again. وما كنت عارفة, يعني ما قالوا لي which pieces are not available, so كنت خايفة كثير انه هاي تكون واحدة منهم. فلما رجعت اخترتها مرة ثانية. بعدين لما وصلني الباكج I was like oh my god, I wanted it to be there and it was there and I'm so happy. This is so unique. السايز تبع السكرت is M, اكبر مني شوي as you can see, لانه لما اخذ ماي سايز which is S تكون تايت, ولما اتمشى بتصير تطلع تطلع تطلع. صرت بالميني سكيرتس باخذ M عشان يكون عندي هالسبيس, حتى لما اتمشى بتضلها في مكانها. Okay, I love it. اخذت هالدريس. It's so cute. يمكن تخلي الكمام هيك long, أو يمكن تطلعيهم شوي. وكمان البنات اللي مش محجبات بس بيحبوا يلبسوا شغلات طويلة, شغلات اللي يعني بتغطي الباري تبعهم. I love it. هذا الدرس is a see-through dress. You can see my skin. هون يعني بالفرونت
the rest of the body, you have this layer underneath, so you don't have to worry about it. And it has this detail in the back. Thank you so much, FSEC, for sponsoring this part of the video. And I'm so happy to add all these items to my closet. And for you guys, I have a discount code. It's RAWA25. You can use it to get 25% off your order. وراح احط لكم اللينك تبع كل الايتيمز اللي فرجيتكم اياهم and also the link of the website you can go and check. وهلا راح فرجيكم شو اخذت من Forever 21. I got this biker short. They're like super stretchy. The fabric is so thick. It gives me easy vibes. انا already اخذت هذا تقريبا هو نفس الشيء بس هذا leggings وهذا biker short نفس اللون نفس العليه ونفس العلامه نفس الشيء but make sure if you want to get any of these items عندهم other leggings ما فيهم هاي العلامه الكواليتي بتكون شوي تعبانه ف make sure تكون عليهم هاي العلامه بتكون ورا ومرات بتكون هون اخذت another legging بحب كثير هاللون ما عندي منه I don't want to try them on because يعني لما اجرب الليجينز عن جد بتعبني بطلوا ونزلوا بتعبني فاكتفيت انه بس وريكم الايتيمز اخذت هذا الدرس كتير كتير بجنن اللون القصة كيف يعني بيجي على your body I can't believe it وفي فتحة جنب بس في جنب واحد I love it بيجي في لونين في هالاخضر وفي واحد لايت براون ولايت براون ما بيجي على الكلر ما بيجي عليه I love this dress so 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 much هاي السكرت كتير كتير حلوة عجبني فيها اللون عجبني انه خفيفة يعني the right skirt for spring and summer فيها هاي السنake print فيها zipper in the side تلبسيها مع sneakers flip flops sandals anything اخذت هذا البلوفر I know what it is the only thing I'm sure about is I love it it's so cute I love the color it's very light and هيك يعني لما تحطيها على جسمك الفابريك تحسيه cool بارد That's it for this video. إذا حبيتو, make sure you give it a thumbs up. Subscribe to my channel. And if you want me to do more of these videos, let me know down in the comment section. Bye.